قلب النت بيقطع احلى منطقه عاد. هاي الكتاب يا صاحبي. لا يا زلمه شمارك احنا واقفين على الحفه. هاي هو انا مكتوب الايات القرانيه طبعا جاي بشكل دائم. هاي حمام سبحان الله. لا يا زلمه متعود على شغله زي هذا. تعرف الكرك طلعت على اعلى ركبه ومشيت على الصور العالي فيها. يا زلمه ايش متعود عليها يعني. هاي محل ما برمسها بعد في من هناك نقدر نطلع بس منعيها. بس اللي بدوخ انا لا يوقف. في طريق بيكمل تعمل هاني يجي احلى. هاي برشين يعمروا فيها ان شاء الله اذا تعمرت زي ما تعمرت قلعة عجلون تطلع روعة روعة روعة. لان هاي فعلا يعني تقدر تقول قلعة. هاي قلعة يعني فعلا يعني تشبع نقطة حصينة. هاي كان في عربيات زي البترة بتطلع السواح يعني طلع هناك البيوت. هاي البيوت القديمة. هذا الجبال يعني الطرق جدا وعري وعري جدا يعني. هاي الكتابة طبعا أنا أكثر ما بعشق هاي الكتابة لأن اللي بتعطيك تاريخ قوي مشرف للإسلام والمسلمين. تحب تحكي شيء زي الصالح. ما شاء الله في والله شوف الوضع. هاي يا زلمة شوف يعني شوف الصحابة رضوان الله عليهم كيف أجوا من أهل صحراء. قديش وشوا لما وصلوا هون. 3 سنوات هم في هالقطيع هذا طلع. 3 سنوات هم مرميين هون شوف. حتى يجي يوصلوا لك شريعة رب العباد ونظام الإسلام ودستور الإسلام ووصلوا لك الرسالة الإسلامية وطلعوا الناس من عبادة العباد لعبادة رب العباد. هاي بقى تحت بتدمر يعني في طاقة بتكون مهدودة. واحنا ببسيطة صرنا نركض ورا حرية الرأي وحرية التعبير والحريات العامة والديمقراطية والسريف الفاضي. تنتهي حريتك عند حرية الآخرين. أي بلا حرية الآخرين بلا بطيخ. الله اللي خلق الإنسان هو أعلم بكل شيء فيه. فالدستور الرباني الله عز وجل حطه للناس هو أنسب إشي للناس. امبارح بقينا في العبدلي عند البوليفار وهذا أقسم بالله حسيت فيه طبقية ما هي طبيعية. شو هذا زين؟ مش بشر اللي غاد جايين من كوكب ثاني. الشاطر اللي حامل حاله برط ما بتميز زلمة من المرة. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هيا بسم الله والله أكبر ما شاء الله الحمد لله. هي مكتوب على الصخر. هيا هنا. يا زلمة هي القلعة ظلت شغالة حتى يعني لحد الأتراك وهي شغالة. دولة عثمانية وهي شغالة. هاي فيها جوا مقطع حلو يعني في صخرات هو مسجلة بعد مسجل عليها كتابي. هي الله الحمد لله وما هو شيء إلا بعلمي. هي هيك تقريبا القلعة انتهت يعني ما ضلش شيء جديد. بتقع من هاي كله بقع. هاي بتقع يا عيار وقع الحاجة. هاي القنطرة كلها بتكت. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. بعدين صيح الشباب هنا يعني غاية الأدب. اطلع 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 السلم زي ما اطلع. منطقة فوق حلوة كثير. اطلع اطلع. هي أحلى شيء فيها هاي أصلا. لا ما بتقع. اي السيد صالح قاعد بتشعبط. استنى هني لاحقك. لو انت عندك لياقه زي تروح على القلعات. تعال
استنى خلنا صورك انت طالع. خليك زي نعمل. اسمع خلينا نعمل دوبلاج. هي القائد سيد صالح يصعد الى راس القلعه. يعني طبعا في هاي كمان عشان طبعا انا يا اخوان وقفت على الصخرات هذول. لا انا وقفت هذول بس هذا حق زمان. وقفت هاي وهاي كان باقي مخي ضارب. وقفت هذول انت عشانك لابس ثوب ممكن تقلب. خليك معلك هنا صورك جميع الجهات. يا زلمه اقول لك انا وقفت على صور القلعه الكرك لقبال الثلاجي وطلعت عليه من فوق. هيني على نقطة. هاي سيد صالح على اعلى نقطة. فعلا انت قفوره بتشم هواء. تعال اقعد اشرب مي. والله وقفت على هذول شايف. لسه في مناطق مدفونه. طلع هي هون شايف. هي مدفونه لسه. هي قاعدين بيعمروا فيها شوي شوي. والله روعه يا زلمه اقسم بالله روعه. كيف؟ قطع. هاي طابق انت قيس. هاي لسه الصفر. هسه هاي كلها الاصل تكون على ارتفاع هذيك. يعني هذا طابق وهي طابق واللي تحت طابق. يعني اقل شيء فيها ست طوابق. هاي نقفل الاستراحة خمس دقائق نشرب مي نصورها جميع الجهات. كانوا يحط لا كانوا يحطوا التبن مع الطين ويحطوا عليه صفار. لا يحطوا عليه صفار البيض. هذا جديد. كان زمان يحطوا تبن وطين وصفار البيض. يا سلام والله العظيم كنت ايش ابو مكي. هيا ابو مكي. هاي حجي مغامرات. هاي ابو مكي كلها تقر في احمد حسن. ايش يا ابو مكي الله يمسيك بالخير. تمك يا تمك. خلي احمد حسن يظل واقف مع اسماعيل ميزع على المنقل. والله العظيم كنت والله العظيم قاعد يحب يا زلمه. ربعي شان بمرض اقسم بالله انه الهواء بفوت في نغنيش الواحد. نعطيها هيك الله حينا. سيحنا اليوم كثير مبسوط بحلقة سيدي صالح. ان شاء الله اسمعنا اذا لحقنا ان شاء الله بنطلع قلعة الكرك اليوم ولا مشوار ثاني. خلص ولا يهمك سيدي صالح بيطلع الكرك مشوار ثاني. الله يسعدك. هاي خالي منير مشاهد العرجان وخالد الامير حبيبنا. والله في ناس مشاهد. الله حي الشباب. قلعه الكرك ان شاء الله احنا نطلع لها يوم ثاني. بس اليوم بدي اروح على سفر الليبان. اليوم مشوار على سفر الليبان ان شاء الله بعد ما نخلص الشغل نروح عضانه ونطلع طالعين على
والله في هواء قوي، والله الهواء كثير قوي. هاي خالي كامل كمان مشاهد فينا، الله يحييك يا زلمة كامل. والله عباد عمي حبيبي عباد، الله يخليك. الله يتجنن، يلا نخسر. يلا قبلي يعني انت عشان اكيد البطل انا بمشي وراك يعني. سيد صالح يعني. احنا ما دخلناش جوا، ما دخلناش، فوت على الشمال، فوت على الشمال. هاي احلى منطقة على الشمال اصلا. كيف؟ طيب اذا تعال تصور، احنا قلنا نروح هاي منطقة. تعال تفرج هنا على الجهة الشرقية، تعال تفرج محل السيل، تعال. محلنا بيرمو اسهم. هاي المنطقة هادي. ارضية عادية تبن و... لا هاي الارضية القديمة تبن وحطوا في شو اسمه قصر مع مي، وضع نظام القنطرة. هذا كله على نظام القنطرة، على نظام الصورة الدارية زي شايف. اتوقع لما كنت تحت لما بصل سيم قديش قوة الشد تحت السهم لما بتنزل تحت. لا ما فيش بني ادم ما هو نفس الطول، مستعد تقول ليش بني ادم كان طويل وقصير، كل الناس خلقهم الله نفس الهيئة. يعني حتى قبور الصحابة قبل 1400 سنة نفس الطول. ناس مخصصين كان الله اعطاهم بسطة في الوزن وفي الجسم وفي الطول، مش الكل. صالح بنزل قاعد على السلالم الخشبية، طبعا ما عنده لياقة زيي. أنا زلمة لياقتي عالية، شايف بقفز قفز ها. وما بيقدر يقفز عن ظهر الجسر. اسمع جيت هنا كان في سيوف، تحب تصور مع السيوف؟ يا ساتر يا ساتر. في هنا سيوف اذا بدك تصور مع السيوف. ولا بطل حط السيوف هنا. صارت فوق؟ هون بقى في حاطين السيوف ودروع وكذا. اجيت صورت انا الاولاد وكلنا. طبعا بقيت في حجار هنا صحيح كنت اورجيك اياها صح مكتوب عليه لا اله الا الله محمد رسول الله. وين راح؟ هاي هاي الله اكبر. هاي هذه الصخرة زي خلينا نحاول اقرا شو مكتوب عليها. هاي للمؤمنين، للمؤمنين شايفها هي. هاي اكيد بقت جملة كاملة بس تكسر هي. شايف اشر عليها هي للمؤمنين اكبر، المؤمنين اكبر او شيء زي هيك. للمؤمنين كيف تروح قلعة الكرك وتشوف يا زلمة. هاي ولا شيء بالنسبة لقلعة، هاي حارة في قلعة الكرك. قلعة الكرك شيء مرعب يا زلمة، مرعب فوق ما تصور. بدها يوم كامل قلعة الكرك إذا بدك تلفها. لأن هون 150 مرة. هذيك الحين الجولة. يا زلمة مش طبيعي القلعة، شو مالك؟
وصلنا في هاي المنطقة ما دخلناش عليها، تعال هاي خلوة. هاي يعني شبه كامل، أول مرة أشوف بعد كذا. يور كاستمايز، هاي يا خوفي خلصوا خلصوا النت عندي. آه شايف هاي كاملة. ها؟ هاي شايف؟ لاقيين شغلات طلع، هاي كلها جديدة. هاي ما كانتش موجودة المرة الماضية، وهي مرقبينها كمان. هذا كله جديد. هذا كله جديد. هذا كله جديد، هذا كله جديد، ما كانش موجود المرة الماضية. شايف؟ لا يعني مش ممكن مثلا ما اجى بحث علمي، ما صار فيها بحث علمي وبحث، عرفت كيف اللي كيف هذيك مطحنة، هذيك مطحنة زيتون، هاي شايفها البحار بتاعتها، ما هي مكتوبة يا شيخ، مكتوبة فتح المبين، أنا أفتح لك فتح المبين، هاي هناك بس مش مكمل، هاي نظام تهوي، ولا بتشعر في حم ولا بتشعر في برد، فضى يعني قد ما تفوت سبحان الله، يعني باقي عامل القلاع أقسم بالله هندسة ما هي طبيعية، مش هندسة بشر، يعني بتفوت وين ما بتفوت ما بتشوف مثلا ظلام، ما بتشوف مثلا عتمة، ما بتشوف كلها مهوية، وين ما تروح هواء طبيعي رائع، يعني حتى لو نزلت على الطابق الأول أو الطابق الثاني أو الطابق الثالث بظل يفوت عليك هواء تهوي. طبعا هاي تستغرب أحيانا، هاي كانت تكون المي كيف كانت تصل لها المي، المي هاي كان فيها نبعة تحت، وغير النبعة بالشتاء كانوا بيعملوا آبار داخلية، السلام عليكم، كانوا بيعملوا آبار داخلية من فوق في الشتاء، بظلها كلها يعملونها مجاري، وفي نفسها في ابار تخزين مخزن فيها الابار. خطوات طبيعية، كل شيء طبيعي. لا اله الا الله، اذان ظهر، الله اكبر، العزة لله، اللهم يا رب اعوذ بك من عز الاسلام والمسلمين يا رب العالمين. جينا عارف هذول ايش بيستخدموهن؟ هذول الاحجار، هذول الاحجار بيلعبوا الزقطة، هذول الاحجار يا حج، هذول المدورات مليانه تلاقي القلعه منها، عارف ليش؟ للطوش، بكون مثلا لما بكون الجيش طالع من هنا دمس بصفطوا في الدمس في راسه وبينعنفوا من الجو دموس، لانه يوم الدحرج الدمس من في العكش، هذا بسموه ارض عكش. مريح، ما انت باقي مع هذولاك يا صالح، كان حرقتنا. الله يعطيهم العافيه شباب. السلام عليكم. الله يعطيك العافية. شلونك؟ الله يحييك يا رب. الله يحيي أصلك. يا أخي ولا أروع من هالبنيان القديم. ولا أروع من البنيان القديم. مهوى ومنور، وين ما تروح هواء واصل عندك. اسمع والله الواحد مخه رطب. السلام عليكم. الله يعطيك العافية يا شباب. الله يحيي الأصليين والغارمين. الله يعطيك العافية يا رب. طب صالح، شيخ صالح تعب عشانك انت، يعني خليك ماشي هيك
زي الرجل المشاء في الجزيرة، انت امشي هيك وصير احكي عن سيرتك الذاتية بعد شوي غادي ارجع عشان تبعته في الصورة انت والجبل. ايوه ما شاء الله. نعم الله يحييك عجلني ان شاء الله عجلني الله يحييك ان شاء الله يا رب. والله شيخ صالح اني سعيد في الساعة المباركة. خلينا نعمل على الجوجه الثانيه هيك. أيوة هيك يعني رفقه طيبه مع حبيبنا اخونا صالح. كل الشباب مع بعض يلا خلي الشباب يطلعوا يفضلوا قاعدين في الدوحه. يا حماد اطلعوا شوفوا هوا والله الهوا ها في الشوبك. اطلعوا اطلعوا اقسم بالله برد القلب يا زلمه حتى الواحد بياخذ دواء. خلوا خذيك كيف تصور هيك تعال هيك سيلفي. ايوه هذه دقر في احمد حسن خليك يا احمد حسن شجع اسماعيل ميزة ابو المناقل عرفت عليك وظل اسماعيل ميزة بدناش تسوي منقل. سلام الشيخ باسم. سلام لخالي الشيخ باسم شيخ عشيرة الفسفوس. ولا خاف من الروح بس احنا الطريق صعب عليك. خلاص احنا بنجيب لنا يا لازم ارتب لك زيارة. هي القلعة من هنا يعني عشان طلعنا بدري يا خالي الشيخ مشوارنا بعيد يعني وقلنا يعني ناخذك مره بعديها. هاي تجربه اذا الشيخ صالح قدر كانت يعني سهل يبقى معي وقت جاي. طبعا لازم نكمل برنامج الشيخ صالح على المطل على المطل على المطل نصنع يعني عم بينك يعني. ايوه ايوه هيك هذا اللي بيجي بالجزيرة. اجيبك مع القلعة يا حج كروخ سلفي وصالح خلفي. الله الله تاقر الجاي اشوف الله حيك. ان شاء الله عقلة الكرك ان شاء الله بعديها وين عقلة عجلة قلعة عجلة. طبعا مزبطين الطريق يعني ربنا الله يعني مشتغلين هالايام الماضية. مش مسافات بعيدة يعني كده الله عن سرقت. ما شاء الله انا شاطر في البيع والشراء بطلع وبيع بشتري وبا ما شاء الله يا القلعة تاخر صورك انت توقف هنا هيك. سلام الله حيهم قرب جاي. ايوه خرج يجيبك القلعة تعال جاي قرب. ايوه مش ايوه يا سلام والله روعة يا زلمة
والله اعطوني مليون نيرة ما طلعت امشي، كيف بدي؟ الله يعين اللي فتح. الواحد يكون حامل شو اسمه ترس، وهذه بحطوها على راسه كمان، خوذي لا مشكلة، لابس لابس واحد يصف طول دبس من فوق تجيك حجرة. والله تيجي في راس واحد حجر من فوق لا يفقد الذاكرة، يصير يبيع نحاس.